إذا عدنا حديث القاهرة، لازالت أصوات الأطباء في مصر منشغلة جدا وصاخبة أيضا، وتثير جدلا ونقاشا وأسئلة واحتجاجا في بعض الأحيان على قانون تشغيل وتطوير المنشآت الصحية اللي أقره البرلمان هذا الأسبوع، واللي على أثره إحنا قصاد حالة جديدة مختلفة في النظام الصحي المصري. نعم لدينا قطاع خاص طبي قديم قدم الصحة والطب في مصر، لكن هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها المنشآت الحكومية الطبية لإدارة قطاع خاص. كيف يرى الأطباء هذا القانون؟ إحنا الأسبوع اللي فات زي النهاردة بالضبط كنا بنناقش دكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء في هذا القانون كمشروع، وهو الحقيقة رجل كان يعتقد ويتوقع أنه سيتم إتمامه سريعا يوم الحد القانون يعني أصبح قانونا، كان يوم الأربع مشروع لسه. دكتور إبراهيم أهلا بك منورنا. أهلا بحضرتك فن. هل العجلة في إصدار هذا القانون تثير انتباهك؟ أنا أقول لحضرتك مقارنة واضحة، يعني إحنا عندنا قانون مهم جدا اسمه قانون المسؤولية الطبية. المسؤولية الطبية. أنا بعتذر عن صوتي عشان دور البرد بس، لكن ربنا يخليك. القانون ده موجود في لجنة الصحة في مجلس النواب من 2016. إحنا دلوقتي 2024 يعني 8 سنوات. ولا زال داخل لجنة مسؤولية الصحة. بقى طبية فلازم ياخد 8 سنين. ولسه في لجنة الصحة برضه ما خرجش منها. إنما القانون ده دخل مجلس النواب يوم الاثنين 22 الساعة 4 العصر. الساعة 9 الصبح يوم 23 كان بيتناقش، بعد الظهر كان في موافقة مبدئية من لجنة الصحة وهيناقشوا الباقي في الفترات اللي جاية. طبعا حصل مناقشة الموازنة العامة للدولة داخل البرلمان فتوقف اللجان، وبعدين لما اتفتحت اللجان تاني يوم 14/5 تمت المناقشة في لجنة الصحة للمرة التانية وتمت الموافقة النهائية. يوم الحد الماضي 19/5 تم العرض على اللجنة العامة في البرلمان وتم إقرار القانون. طبعا يعني قانون أسرع قانون أنا شفته في خلال تجربتي الصغيرة. ممكن يكون في حاجات أسرع أنا ما أعرفهاش، لكن أنا بتكلم على تجربتي الصغيرة. يعني هتسمي القانون السريع بعد كده. كمان التصريحات المصاحبة للقانون كانت برضو تصريحات غريبة جدا. ان مع الوزير في اول يوم في المناقشه قال ان في 5 مستشفيات تقريبا جاهزه للتطبيق. بعد كده في المره الثانيه اللي هي في المناقشه الثانيه قال ان في 160 مستشفى مطروحين في 22 محافظه للتطبيق، ويعني في جاهزين ولا مطروحين؟ يعني الخمسه دول قال لهم جاهزين. ما هو التصريح انا مش فاهمه. يعني هل هم تم التعاقد فعلا ولا لا انا ما اعرفش، لكن على الاقل تم التعاقد قبل اقرار القانون. هيئه الاستثمار المصري منزله الاسامي المستشفيات اللي هيتعاقدوا عليها على الويب سايت بتاعها فعلا. فمش حاجه يعني مستخبيه او انا عرفتها بالصدفه، يعني لا موجوده هيئه الاستثمار فعلا. لو فتحنا دلوقتي هنلاقي الموقع موجود فيهم، حتى مستشفى ابوتيك في اسيوط واحده من المستشفيات اللي مكتوب عليها التوصيف بتاعها شكلها ايه وارضها قد ايه والكلام ده. اعتقد ان مستشفى مبره المعادي اعتقد بدات. بعد كده فيه هليوبلس والعجوزه. نفتح الموقع يا جماعه ونعمل البحث بتاعنا وممكن بعد الفصل نعرضه. الهليوبلس والعجوزه ومستشفى الشيخ زايد النهيان ومستشفى دار السلام هرمل اعتقد برضو خلصوا. المشكله الرئيسيه ان القانون كان بيتيح في تصوره الاول ان يبقى في عماله اجنبيه 100% من العاملين في المستشفى بموافقه الوزير المختص. بعد مناقشات مجلس النواب نزلت ل 25% من العماله المصريه. طب ال 75% التانيين فين؟ هيرجعوا وزاره الصحه. ووزاره الصحه تعيد توزيعهم حسب الاحتياج. هل ده اكتر تحفظ من الاطباء المصريين؟ ده رقم يعني ده رقم واحد. لان كمان بس القانون ضامن انه ما قالش الوزاره ملزمه لانهم هم اساسا موجودين في الوزاره. فمش بالضروره الوزاره تعلن التزامها بموظفيها اللي موجودين اصلا. بالظبط. يعني بس هو برضه الاتفاقيات بتاعت عمر افندي كانت ضامنه للموظفين حقهم، واعتقد ان عمر افندي واضح ايه اللي حصل فيه. الحاجه في مستشفى عمر افندي على فكره. طبعا كان في حاجات تانية. انا بسال على حاجه انا طبعا لما بتكلم كنقابي بتكلم على حاجتين، على الصحه العامه
في مصر، ان احنا نقابه مهنيه مش نقابه عمليه. الحاجه الثانيه بتكلم على الاطباء اللي هم تابعين للنقابه، يعني كل اطباء مصر تابعين للنقابه. احنا كنا بنتكلم ازاي كان عن طلب الطب، لانه ده هياثر على دول بقى. انا هتخرج دلوقتي اتعين في وزاره الصحه ازاي؟ يعني ممكن يبقى جزء كبير منه انه انا مش ضامن ان انا هبقى. ما هو التكليف هيتقبل، التكليف هينتهي سنه 2025، هيتشال خلاص. وانا كده فهمت ليه من سنتين قالوا ان التكليف هينتهي 2025. بدانا نفهم عشان الملكيه نفسها هتنتهي في 25 بالظبط، ما كناش نعرف. فهو الحقيقه بنعرف الحاجات دي باثر فجاه. طب هل القانون ده يشمل المستشفيات الجامعيه؟ حتى الان دي اسمه قانون المرافق العامه. فيعني هو كان حتى فاتح الإيجار للمنشآت البسيطة كمان زي الوحدات الصحية، الوحدات الصحية والأسرة ومراكز طب الأسرة وبنك الدم وما شابه. بس قفل ده في مناقشة أعضاء البرلمان. قالوا ده أمن قومي وإحنا ما نقدرش نأجر دول. كمان أنا لا، يعني لا يزال برضو السؤال حوالين أنتوا يعني كأطباء متحفظين على إيه في القانون ده؟ اول حاجه هي ايه اللي هيحصل للاطباء لما المستشفيات لما يحصل الايجار اللي هيحصل ده. الحاجه الثانيه تدريب والتعليم. هو ما فيش ضمانه لاخيار ال 25% كمان ازاي؟ لا ما يعني فيش معايير محدده، كل واحد بيدير براحته بقى. اعتقد ده ممكن يتحط في اللائحه التنفيذيه او في التعاقدات. حتى يعني شان التعاقدات اللي هتتعمل ازاي مش واضح ومش موجود في القانون. وانا ما فهمتش ان كان ده فعلا هيبقى موكل للسيد معالي رئيس الوزراء ومعالي الوزير ان هم يشوفوا ايه المناسب لهذه التعاقدات ويعملوه. لكن ده انا بتكلم على قانون هيستمر حتى لو تغيرت الوزارة. فما ينفعش اسيبه وانا ضامن ان الموجودين ناس كويسين وهيعملوا الخير للبلد، لكن ماذا سيحدث بعد ذلك؟ مش واضحة بالنسبة لي. او بالنسبة لو مش واضح بالنسبة للاطباء 25% دول رايحين فين؟ ده طبعا مش واضح خالص. وحتى انا مش ضامن ولا لا، يعني دلوقتي باعوا مستشفى بوتيج او يعني الدول، وانا بقيت من 75% اللي مشوا. ايوه هتشغل لي في بوتيج ولا لا. هتوديني اسوان ولا ايه؟ ولا هتوزعني هو فين اللي مكتوب لسد الاحتياجات. يعني لو انا عندي احتياجات، هو من اسيوط مثلا، انا عندي احتياجات في سينا اودي سينا. طيب انا عندي احتياجات في طب، في مثلا في ثلاث او اربع برانشات عندنا فيهم نقص كبير جدا فروع. في مصر. انا اسف، فروع. التخدير، الرعايه المركزه، الطوارئ، وطب الاسره. دول فيهم عجز كبير جدا. اسهل حاجه عايز اغطيها هي طب الاسره، لان كل التامين الصحي الشامل مبني في الاساس على ان يبقى في طبيب اسره موجود. ده البيز بتاعته او القاعده الاساسيه بتاعته. طيب انا هاخد دول اوزعهم بشغلهم طب اسره؟ هم مؤهلين اساسا لطب الاسره؟ امكانياته اخبارها ايه؟ ما انا هسد العجز بقى. يعني هسد العجز بالطريقه اللي انا عايزها. ازاي يعني مدرس رياضه اخليه يدرس احياء ازاي؟ ادي له دوره يا فندم. اخليه ياخد تخصص. هما طبعا القصه الاساسيه كمان، ودي قلته قبل كده، ان في حاجه مهمه في حياه الدكتور اسمها التعليم والتدريب. تفتكر حضرتك في ضمانات في القانون ده ان الادارات دي تعمل تعليم وتدريب؟ مفيش اي ذكر اصلا الموضوع. اعتقد ان النواب اهتموا اكتر بازاي نحافظ على ان المصريين يقدروا يتلقوا الصحه. احنا اتكلمنا في حكايه العلاج المجاني، لان برضو النسب هنا مش واضحه يعني، لكن خليني بكلم لسه على احوال الاطباء. حتى هذه اللحظه النقطتين المهمين بتوع وجود الاطباء في اماكنهم والدخل بتاعهم وتدريبهم وتعليمهم غير مذكورين في القانون وغير واضحين، غير ان في 25% هنقدر نحافظ عليهم و 75% هنمشيهم. برضو دي حتى الان هي نقطه غير واضحه المعالم. هل ال 25% اللي حافظ عليهم دول بقى بقواعد القطاع الخاص، يعني مرتباتها هتزيد بقى وحاجات كده ولا ايه بالظبط؟ هو مفيش الزام في القانون. يعني هو مفيش الزام في القانون بيقول ان المرتبات تزيد، لكن حتى لو زادت طب انا هبقى بزود 25% وعندي 75% مش بزودهم؟ يعني عندنا في مصر شويه لوائح مختلفه. لا ما في 25% دول رايحين للقطاع الخاص بقى، ويعني كانوا بيعملوا في القطاع الخاص والباقيين يفضلوا مع وزاره الصحه. بالظبط. وكمان انا ما هي الضمانات لهؤلاء الاطباء ال 25% الباقيين في السنين القادمه؟
ما انا ممكن السنه اللي بعدها اقول استغنى عنك، انت فاشل. ما لا في قطاع خاص بالظبط، بيننا تعاقد وشروط للتعاقد. الراجل عايز يكسب باي شكل، ما مش هقدر اقول له لا ما تكسبش، يعني هو هيفرض شروطه على كده. الحاجه المهمه برضو، بس هنا العماله الاجنبيه بقى يا دكتور، انا ما ده اللي انا عايز اقوله لحضرتك. بالصدفه انا شفت فيلم وثائقي عن ازمه الازمه الاقتصاديه في اليونان في بدايه القرن الحالي، والبنك الدولي فرض عليها نفس الكلام اللي احنا بيحصل في مصر الان، واليونان رفضته تماما. دلوقتي اليونان رابع اكبر اقتصاد في العالم. فهل احنا فعلا قبلنا شروط وبنود البنك الدولي، حتى لو هتيجي على الدكاتره وهتيجي على المنظومه الصحيه؟ معالي الوزير بيؤكد ان ده مش هيحصل، بس ما هي الضمانات، الضمانات والبارامتر اللي تقول ان ده مش هيحصل؟ ده فيما يخص العلاج المجاني ولا على مستوى الاطباء؟ الاثنين. طب احنا فهمنا ان في مشكله كمان فيما يخص العماله الاجنبيه. قال لك 25% من الطاقم الطبي او 15% من العاملين في المستشفى. هنا بقى يعني احنا بنعمل طرد للطبيب المصري اللي هو في حقيقة الأمر مطلوب عالميا وبيسافر أي مكان في الدنيا يرحب بيه، وبنعمل دخول لعمالة أجنبية. برضو سؤال للطبيب المصري أن يسأله لماذا. بعد فاصل نجيب. إذن عدنا، حديث القاهرة، لازلنا نتحدث عن قانون تشغيل وتطوير المنشآت الصحية مع الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، وبيتكلم عن تحفظات وأسئلة الأطباء المصريين حول هذا القانون ومواده وكيف يمكن أن يطبق والآثار الجانبية على 75% من الطواقم الطبية اللي هتبقى خارج المستشفى التي يديرها القطاع الخاص حين تسلمها. وقال لنا دكتور إبراهيم إن المستشفيات موجودة طبقا لتصريح السيد الوزير وموجودة فيها استثمار. عندنا القائمة يمكن أن نعرضها عليكم الآن. دكتور إبراهيم الزيات، كنت مهتم انت ببوتيج اكتر حاجه لحيت عليها. دي اول حاجه هنا هي بوتيج هنا هي اول حاجه قريتها. كان اول مستشفى قريتها يعني. وجهه الولايه هنا محافظه البحيره انشاء مدينه طبيه في اداره مستشفى بوتيج في وزاره الصحه، وزاره الصحه في محافظه المنوفيه بتملك برضو، وكل يعني مستشفى العجوز التخصصي في الجيزه، القاهره الجديده وامتدادها في القاهره، حميات الغردقه، بحر الاحمر، كوم حمادة في البحيرة، هليوبلس في القاهرة، إقامة مستشفى خاص ديت أعتقد يعني الموجود الوحيد اللي موجود أرقام له هو إقامة مركز طبي خاص في المنوفية. طب ماشي، ده الصفحة الأولى بس. هرجع تاني وأتكلم على تخوفكم فيما يخص العمالة بقى الأجنبية. يعني إحنا في الدول المجاورة لينا كان المصريين هم اللي بادئين حتى الشغل، وهم اللي عاملين كل المنظومات الصحية في كل الدول اليوم. وبعدين الدول دي لما بدأت تدرب أولادها وتعلمهم بدأ يعملوا السعودة والكويت والإمارات والدول دي كلها تخلي أولادهم اللي يشتغلوا. احنا في مصر بنعمل العكس. يعني احنا بنخرج. ليه؟ ايه فلسفة ده يا دكتور؟ لا انا مش انا اللي هجاوب عليه، انا الحقيقة مش عارف. انا برصد الواقع اللي موجود دلوقتي. طيب خلينا نقول الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة يجيبنا على هذا السؤال. ما فلسفة القانون وفلسفة استقبال العمالة الأجنبية بهذه النسبة في المستشفيات المصرية؟ أهلا بك دكتور حسام، منورنا. مساء الخير أستاذ إبراهيم، تحياتي لحضرتك وللدكتور إبراهيم أيضا. شاكرين وممتنين. السؤال بين يديك يا دكتور حسام. نرفع الصوت قليلا لأنني أسمعك بمشقة. بسأل عن فلسفة هذا القانون خصوصا فيما يخص العمالة الأجنبية، بينما الدول العربية الشقيقة المجاورة تتجه إلى أنها تشغل عنصرها الوطني في المستشفيات والقطاع الطبي، إحنا بنفتح للأجنبي 15% أو 25%. إيه فلسفة ده يا دكتور حسام؟ طيب يعني خليني أقول لحضرتك أستاذ إبراهيم، فلسفة القانون واضحة، وهي دعم تقديم الخدمات الصحية زيادة عما تقوم به الدولة من خلال مشاركة القطاع الخاص، ونعني بالقطاع الخاص هنا سواء كان الهدف للربح أو غير الهدف للربح.
وده من خلال اساسا انشاء واداره وتشغيل مستشفيات جديده بالمشاركه مع الحكومه او وزاره الصحه، او تطوير واداره مستشفيات قائمه ايضا بالمشاركه مع وزاره الصحه. كويس، ده العنوان الكبير للقانون. السؤال اللي حضرتك سالته وهو او المقارنه اللي حضرتك قارنتها هي الدول الشقيقه بتعمل على توطين العماله في او العاملين في المجال الصحي، واحنا بنقول ان احنا الحقيقه انه دي مقارنه الحقيقه يعني صعبه شويه، لان هم الاصل كان عندهم انه العماله الاغلب فيها هي الوارده من الخارج. كويس. فلما بقى عندهم خريجين بقوا بيشغلوهم. احنا الوضع عندنا مختلف، احنا الوضع عندنا ان الاصل كان وسيظل هو الطواقم الطبية المصرية، لكن ده لا يمنع من الاستفادة بالخبرات الأجنبية المتميزة في مصر، وده يعني احنا الناس عندنا بتسافر عشان تتعلم بره، فمفيش ما يمنع ان الناس اللي احنا بنستفيد منهم بره يجي ويشتغل. واكبر دليل على ذلك معهد جوستاف روسيه اللي احنا بنتكلم عليه قريبا، ده واحد المعهد رقم واحد على مستوى أوروبا في علاج الأورام، ورقم ثلاثة على مستوى العالم. فالنهاردة لما يجوا الخبراء من جوستاف روسي يشتغلوا مع أقرانهم المصريين، طب ليه ما يفتحوش فرع للمعهد هنا ومستشفى وقطاع ومنشأة طبية خاصة بيهم ويزودوا عدد الأسرة؟ يعني هو الفرع ده مش فرع مستقل، ده الفرع ده بالشراكة مع وزارة الصحة. هو ده بالضبط، ده هو أول نموذج لتطبيق القانون. هو جوستاف روسي ان انا عندي المستشفى اللي كانت 68 سرير هيتم تطويرها ل 260 سرير، والمستشفى دي هي مستشفى قائمه، هيزيد عدد الاسره، وهيجي جوستاف روسي يعني الاشهر على مستوى العالم عشان يدير ويعالج 70% من المرضى من خلال التامين الصحي والعلاج عن طريق الدوله. كويس، ده النموذج اللي حضرتك بتقول انه القانون بيسعى اليه. نموذج حقيقي واقعي امامنا بنتكلم فيه. صحيح، ده النموذج اللي حضرتك بتقول، بس ده النموذج المثالي، لانه في الاخر انا لما بدي اداره لقطاع خاص هو حر في انه يجلب اي عماله اجنبيه، بقى مش هيجيب لنا المعهد الفرنسي العظيم ده. لا، ما هو هيجيب له عايزه. القانون وضع شروط واضحه جدا، لكن الا وهي انه الخبراء اللي بيجوا مصر النهاردة وبيتم موافقة النقابة عليهم ده بيجوا بشروط. أيوة. نفس هذه الشروط موجودة في القانون، احنا ما خالفناش حاجة خالص، احنا ما قلناش انه سوف يكون لهم مسار مختلف عن مسار عمالة الخبراء الأجانب في المجال الطبي بنفس الشروط، شروط الشهادات، شروط التسجيل في النقابة، شروط الاعتراف، شروط الخبرة. لم يصطنع إليهم مسالك جديدة، بالعكس هو إقرار ما هو قائم. لا، يعني لا يوجد مسار تعييني مختلف إطلاقا. وده لا يشكل خطرا على العمالة الطبية في مصر؟ أنا شايف إن هو بيشكل إضافة من خلال الاحتكاك، بدل ما اضطر أنا أسافر أتعلم بره، هم هيجوا هنا هيعلموا عدد أكبر. احنا بنفترض كده يا دكتور طول الوقت انت بتكلمني عن خبراء واطباء كبار هيجوا. انا بقول لحضرتك انه القانون لم يجعل لهم مسارا مختلفا عما يتم تنفيذه الان، اللي احنا بنقراه انه الخبير الفلاني جاي المستشفى الفلانيه، مش ده ليه مسار الحصول على الترخيص من الوزاره المختصه والتسجيل في النقابه. فهو نفس الشروط، مفيش حاجه اتغيرت. فأي طبيب يعني جاي من أي طبيب جاي من أي بلد شقيق يشتغل عندنا هيمر بهذا المسار. أو يسأل في ذلك الدكتور إبراهيم وهو عضو نقابي، هل هناك مسار لاستخدام الخبراء يا دكتور إبراهيم؟ حضرتك موافق عليه ولا المسار استخدام الخبراء حضرتك معترض عليه؟ هل نحن في احتياج ل 75% من العمالة خبراء في المستشفى؟ مين قال ال 75%؟ القانون بيقول ده حقيقي خلقت ما بين انه العاملين في نفس المكان. أيوة. يبقى 25% كحد ادنى يظلوا في مكانهم، ده العاملين. وما بين الخبراء الاجانب، احنا بنتكلم على 25%. صحيح.
25% بس. بس هو دكتور ابراهيم بيقول هو ده سؤالنا برضه، هل الامر في حاجه ل 25% خبراء يعني اجانب؟ فندم انا يعني هسال الدكتور ابراهيم، هي عمليه زراعه الرئه بتحتاج كم واحد في الفريق الطبي؟ كم واحد يا دكتور؟ مصري ولا اجنبي؟ اي معلم مش هنسال عن الجنسيه ساعتها. اه بالظبط كده. العدد قد ايه؟ هو ده اللي انا بقوله. هو لو جوزتك دكتور حسام، عندك كم خبير مصري في زراعه الرئه يا فندم؟ دكتور حسام بيه، دكتور حسام بيه، مصر وهي بتعمل زراعه مركز لزراعات الاعضاء. انا سؤالي واضح ودقيق، زراعه الرئه يا دكتور ابراهيم. اي يا باشا، ما انا اديني فرصه بس اتكلم. زراعه الرئه من الاحياء للاحياء. ايوه ايوه انا عايز بس اسمعني بس بعد اذن حضرتك. بس سؤال سهل خالص، انا عايز ارد بس. دكتور حسام، دكتور حسام، لما مصر بتخطط انها تعمل مركز لزراعه الاعضاء من ضمنها الرئه اللي حضرتك بتسال عليها، كان لازم يبقى عندنا قانون للمسؤولية الطبية عشان الأطباء المصريين العاملين في الخارج في هذا المجال يرجعوا. لكن احنا ما عملناش هذا القانون طول الثمان سنوات اللي فاتت، وقانون علشان نشغل المستشفيات ونأجرها خلص في 3 أيام. اه بس ده ما يجاوبش على عدد الخبراء يا دكتور. مش فايف وجه الربط الحقيقة. عدد الخبراء، عدد الخبراء المصريين، عدد الخبراء المصريين في كل الزراعات ليس عددا كبيرا في معظم زراعات الاعضاء. يا فندم سؤالي دقيق. ايوه فندم. عمليه زراعه الرئه كم يا دكتور؟ دكتور حسام انا ما اعرفش. العدد تحتاج الى فريق مكون من كم؟ احنا هنا مش بس بنتكلم على الاطباء، احنا بنتكلم على فريق الطب، الطاقم الطبي كله. ايوه ايوه حضرتك دكتور حسام، حضرتك بتتكلم على برانش جديد او فرع جديد عايزين. ايوه ما هو ده بنتكلم فيه والله يا فندم. نستحدثه في مصر. انا سؤالي واضح. التي تحتاج الى هذا الرقم يا دكتور حسام. لكن انا لو مش محتاج هذا الرقم هجيبه ليه؟ طيب دكتور حسام يقصد انه وزاره الصحه عامله ده للجوانب اللي هي مش مكتمله في مصر، او انها في حاجه الى خبراء والى اضافه عماله اجنبيه تقدم اضافه حقيقيه للقطاع الطبي في مصر، مش عامله ده للاطباء السودانيين والسوريين والايه اللي ممكن ييجوا يشتغلوا. مفيش اي ضمانه في القانون بتقول كده. الضمانه هي مش بس انا لن ارجع الى ضمانه وزاره الصحه ومسؤوليتها عن الصحه العامه، لكن ده انا بقول لحضرتك انت الضمانه نقابه الاطباء معايا في الموافقه الدكتور حسام. فاذا ما يجري عليا يجري على النقابه من باب اولى، احنا طيب. الاثنين شركاء في الموافقه. هل وجود جوستاف روسي في مصر زود عدد الاسره ولا هو اللي هيزود؟ اهو من 67 مين اللي هيزودهم؟ ما هي مصر اللي هتزودهم مش هم. لا يعني وجودهم يتيح هذه الزيادة، لكن خليني أسألك دكتور، لكن مصر اللي هتزودهم على النقابة، ما يمكن إذا كانت النقابة منزعجة من ده ما تديش الممارسة؟ الحقيقة الحقيقة إن النقابة ليها شروط في الممارسة، وجزء من الممارسة لأن التصريح وزارة المهنة في الآخر بيطلع من وزارة الصحة مش من النقابة، بموافقة النقابة. ده أنا كمان عايز أضيف يا أستاذ إبراهيم حاجة، يمكن وزارة الصحة يا دكتور حسام يمكن أن تتجاوز النقابة في تقديم تصريح مزاولة المهنة؟ لا يا فندم، لأنه يعني لا، ده أنا عايز أضيف حاجة كمان. فضل. من باب عشان أطمن بس الدكتور إبراهيم كمان، أن وزارة الصحة في من خلال هذا القانون استحدثت نوعا من الترخيص لم يعهد في مصر سابقا. ترخيص مزاولة، الترخيص المرتبط بالمكان. يعني انا برخص لهذا الطبيب ولاول مره انه يشتغل في المستشفى دي وفقط، قاصر على هذه المنشاه الطبيه فقط. يعني وده شيء مستحدث. طيب قبل لم يثبت كويس، انا عايز بس اروح لحضرتك بقى لل 75% اللي هتستغنى عنهم من اداره القطاع الخاص للمنشأة الطبية، وزارة الصحة هتتعامل معهم ازاي؟ وما الضمانات المقدمة لل 75% من الطواقم الطبية او القانون نص على ان يحتفظ ال 75% بكافة اوضاعهم المالية والادبية والقانونية. اللي كان شغال مدير هيشتغل مدير يا فندم. اللي كان بيقبض اكس سوف يظل يقبض الاكس، وده بنص القانون. لكن انا لما انما راح فين اني منشاه بقى؟ دي قصه ثانيه الوزاره اللي بتعملها. ما هو انا لما يا فندم انا لما انتقلت للعاصمه الاداريه الجديده كدوله لم انتقل بكافه العاملين في ديوان عام الوزارات.
لكنهم يحافظون على كافة حقوقهم المالية والأدبية والوظيفية. وهو ده التعاقد اللي بيني وبينه. يعني هناك ضمانة من وزارة الصحة بأنك أنت طبقا للقانون مش هتخسر في مرتبك القانون. ولا نفس القانون قانون التزام المرافق العامة ينص على ذلك نصا صريحا. طب أنتم مزعجين لي يا دكتور إبراهيم، الوظيفة زي ما هي، الكادر الوظيفي زي ما هو، المرتب زي ما هو، ممكن بدل ما تبقى في مستشفى في إمبابة هتبقى في مستشفى في الدقي في سينا. يعني موضوع سينا ده لا انا بقول ده انا بقول مثل يعني. لكن بعد اذنك دكتور حسام، حضرتك يعني عارف كويس ان جزء من حياه الدكتور هو التدريب والتعليم. هل المنشاه التي ستدار بهذه الطريقه هتبص على تدريب وتعليم؟ لا طبعا، ده راجل مستثمر عايز يكسب فلوس. يعني سؤالك عن القانون ملزم لهذه الجهه بالتدريب والتعليم؟ بالظبط دكتور حسام، الاجابه لديك. انا 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 انا, أنا هقول لحضرتك يا استاذ ابراهيم، ما هي الامور تؤخذ بشكل متكامل. احنا لما جينا عملنا حوافز الاستثمار التي وافق عليها مجلس الوزراء، وضعنا عملناها بهيئه نقاط، يعني اللي هيجيب تخصصات نادره هيبقى ليه عدد من النقاط، اللي هيشغل عمالة أكبر يبقى عدد من النقاط، اللي هيفتح فيه عدد أسر أكبر ليه. جزء من النقاط الأساسية عشان المستثمر ياخد حوافز الاستثمار هو تدريب العاملين. ممتاز. يعني تدريب العاملين جزء من الحوافز الموضوعة للمستثمر، من أسباب الحصول على حوافز. هتدرب هتاخد حافز أفضل أكبر. مش هتدرب مش هتاخد، هتخسر الحافز. ففي ضمانه جوه الحوافز الاستثمار لده. استاذ ابراهيم، نحن حريصين على الفريق الصحي المريض المصري، الصحه العامه، لانه النجاح ده بينسب للدوله. ما ده مهم ان الطبيب المصري يسمعه ويعرفه ويتاكد منه ويستقر في ضميره ووجدانه انه وزاره الصحه عبر هذا القانون ملتزمه هذه الالتزامات. وده اللي مطلوب، ان الناس تبقى عارفه مطمنه، يعني بتمارس عملها وهي في حاله من الطمانينه والاستقرار. وده يعني الذي نسمعه منك فيصل الى صدور وعقول يعني اطبائنا في مصر. كنت محتاج يا دكتور حسام ان القانون ده يناقش الاول بصفه مجتمعيه وتدخل فيه النقابات والمهتمين. بس خلاص دلوقتي يا دكتور، مدوله بعد صدور الحكم دلوقتي مش هتبقى. ده لم يحدث الحقيقه. دكتور حسام عبد الغفار، شاكرين جدا هذه المداخله وهذه التوضيحات، ويمكن ان نكون معا في تفاصيل اخرى ادق واكثر لكي يستمع اليك الطبيب المصري ويطمئن الى انه وزاره الصحه والحكومه المصريه منشغله بانشغالاته. دكتور إبراهيم، هل هذه الإجابات اللي بتقولها وزارة الصحة عبر متحدثها دكتور حسام عبد الغفار تجعل هناك بعض الطمأنينة لديك وأنت متشكك في التنفيذ والتطبيق؟ طيب يا فندم، هو أي تجربة جديدة ما ينفعش نعملها على سكيل واسع. يعني ما ينفعش نعملها على 160 مستشفى زي ما بدأنا التأمين الصحي الشامل كده، رحنا عاملينه على بورسعيد. ما فجأة 160 بكرة الصبح هنلاقي الإدارة خاصة. حضرتك شفت بنفسك. ده المعروض يا فندم، إنما اللي ما هيتم ويتم التعاقد والعمل والتع... ربما تكون ال 160 دول ياخدوا وقت. احنا عشان نبيع 33 شركة في ملكية الدولة ما بعناهمش لغاية دلوقتي، بقى لنا 3 سنين. طيب فين الرول موديل أو النموذج اللي احنا عملناه اللي هنطلب من الباقي إن هو يعمله؟ حتى الان مفيش انت نموذج. تطالب بده بالظبط. انا مش عايز ابيع كل حاجه مره واحده واقع مره واحده. طب يعملوا لنا رول موديل واحد نقول ده الايديال، اهو ده النموذج الامثل اللي نفسنا كلنا نوصل له عشان نعمل زيه. يمكن الخمس مستشفيات الجاهزه اللي قال عليها وزير الصحه في تصريحاته الاولى ربما يكون دول الرول موديل اللي انت هو ده الكلام بقى. انا ايه اللي يخليني اطلع المستشفيات الكبيره الجاهزه الكويسه هي اللي تبقى رول موديل؟ طب خد واحده واقعه اعمل واحده جديده. بس انا مستثمر برضه، مش هاجي بقى انا اطلع لك من القبو. ما هي دي الفايده، ما هي دي الفايده لمصر. ما هي دي الفايده، ان انا المستثمرين لما يجوا هيحول لي، هيجيب النو هاو بتاعه يغير لي الاداره الفاشله اللي بوظت المستشفى اللي واقعه دي يخليها مستشفى كويس. لكن لو انا عندي مستشفى شغاله طب ما هو هيجي يكسب من اول يوم. طب واحنا احنا نكسب ايه؟ وبعدين دي انا مفهومي ان انا ازود ساعه سريريه زي ما حضرتك قلت من شويه. ده لم يحدث. حتى النموذج جوستاف روسي بيتعامل على مكان مصر هي اللي هتزود الساعه السريريه بتاعته
مش جوستاف روسي. يعني هو جوستاف روسي نموذج رائع طبعا، واحد من اكبر معاهد الاورام في العالم، مش في اوروبا بس، وانا جراح اورام وعارف الكلام ده. وجودهم معانا طبعا اضافه، بس يبقى جوستاف روسي مش يؤدي له حته كويسه عندي اقول له خدها اهيت والنبي اكسب منها. طبعا. ما انا هكسب منها، ما انا هتعالج انا منها برضه. وماله، بس مش هيبقى بالنسبه واطباء هيتعلموا من الافزاز اللي جايين دول. يا ريت يعني. هل هذا هو النموذج اللي موجود؟ الحقيقه ان لو جوستاف روسي هم اللي جم عملوا موديل لجوستاف روسي في مصر وشغلوه بعيد عننا ونجح، هيبقى الموضوع زي الفل. وده على فكره بيحصل في دول تانية، يعني الهند و وكده. بس هو دكتور حسام قال انه بالشراكه وزاره الصحه، مش بطريقه الاداره القطاع الخاص اللي احنا شايفينها. اي ما هو ايجار 15 سنه. ايجار 15 سنه ده معناه ايه؟ يعني احنا اذا ما زلنا ننتظر ارض الواقع، ما الذي سوف تنتجه وتقدمه لنا؟ وعلى الاقل احنا عرفنا المستشفيات اللي ممكن تبقى مطروحه لهذا حتى الان، تطبيق حتى الان. اشكرك جدا دكتور ابو زياد، اشكرك للغايه. اشكركم والتقي بكم الاسبوع القادم باذن الله. حديث القاهره.